اليوم في مخيم جبقة شرقي جنوب الموصل، ها نحن الآن نقوم بإعداد فطور إلى 1700 خيمة وحملة بدعم من منظمة أعين المحتاجين ومؤسسة الركيزة الخيرية تحت عنوان فطورنا أطيب بلمتكم. هدفنا بهالمشروع أنه نجمع أكثر الفرق التطوعية أو أكثر المحافظات الموجودة في العراق التي تستطيع مشاركتنا في هذا المشروع. جاءوا فرق متعددة من ديالى ومن تكريت وأيضا من البصرة ومن بغداد ومن كركوك ومن باقي محافظات العراق. يوم جاية كمتطوعة بدون أي فريق، دا أمثل التطوع الحر. دا أشوف إنه إخواننا النازحين هنا أمورهم كلش صعبة، أمورهم غير مستقرة، مو مثل باقي الكامبات اللي هم وصلوا مرحلة من الاستقرار. أكثر اللي واصلين صار لهم فترة ما تتعدى شهر شهرين ثلاثة أو حتى يمكن أقل. أكو ناس ترجع، أكو ناس باقية. إحنا اليوم جايين نحاول إنه نوفر لهم أفطار جماعي بمناسبة يوم عرفة، وكذلك نحاول إنه نوزع عدد يعني محدد من الملابس على مود إنه على الأقل نحاول إيش قد ما كان ننطي إيش قد ما ناس نقدر. وأكو معنا بعض المساعدات الغذائية، بما إنه الأعداد هي كلش هواية فإحنا نحاول إنه ننطي إيش قد ما نقدر، وإن شاء الله يا ربي عيد خير وصحة وسلامة على الكل، والعيد الجاي كل الناس تكون فرحانة وتكون ببيتها والكل تكون مرتاحة يا رب. وبارك للعالم الإسلامي والعربي عيد الأضحى المبارك، وبارك لأهل العراق خاصة عيدهم الأغر، وبارك لأهلي وأحبائي وأصدقائي وأقاربي في الموصل الحبيبة عيدهم الأضحى المبارك. حضرنا اليوم إلى مخيم دبقة كفريق متطوعين تحت اسم نينوى. أولا كنا قد عملنا في السابق على مدار أكثر من سنة ونصف في كافة محافظات العراق الحبيبة. قمنا اليوم بمبادرة بالاجتماع مع بالعمل المشترك مع باقي الفرق التطوعية كثيرة التي يعجز الإنسان عن ذكرها، في محاولة منا لتقليل الضغط وإيجاد فرحة العيد على النازحين. قمنا اليوم بمبادرة بسيطة اللي هي عمل إفطار لمخيم ديبقة، مخيم ديبقة 2 بإمكانياتنا البسيطة بجهودنا الذاتية. نسأل الله المولى أن يتقبل منا أعمالنا ويتقبل من جميع صيامهم، ونسأل الله القبول. عندنا توزيع للأطفال حديثي الولادة، جبنا لهم حليب ومامات، وجبنا تبرع من ناس خير أيضا ملابس، وجبنا غذائية،
والتبرع اللي يجينا كليته من الناس الخيرة، ما عدنا دعم يعني من غير جهة، احنا فريق تطوعي يعني لا منظمة ولا اي شيء ثاني، ودائما نجي احنا الديبقة داخل اربيل. ان شاء الله يتوسع عملنا، لان احنا صرنا 4 أشهر بهذا المجال، ان شاء الله من يتوسع من العمل مالتنا راح نروح لبغداد والمحافظات الباقية، وعدنا حملة ان شاء الله ورا العيد للأنبار.